يعني ايه اخر حاجة تفتكري، اخر حاجة قالها لك جابر، وايه الحاجة اللي بتتذكريها في الذكرى الثانوية بتاعت جابر؟ هو آخر حاجة قالها لي جابر إنه نازل محمد محمود هيقضي اليوم كويس مع أصحابه، وما تخافيش يا أمي ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وخب بعده أنا نزل في اليوم دوت، طلع بالمسيرة، بيقود مسيرة من السيدة زينب لحد محمد محمود، وقضى اليوم زي الفل، وجاب الليل عنام عادي زي ما بيجي في ميعاده، ما تأخرش. جه قال له يا بابا انا جيت اهو زي ما وعدتك، وما فيش حاجة حصلت. فوجئنا تاني يوم الصبح صحيته من المدرسة، يا جابر رايح المدرسة حبيبي؟ قال لي اه رايح. وانا بصحيه وبيلبس لبس المدرسة وبساعده في لبس المدرسة وكده، فخد بعضه علقت له شنطته. جاله تليفون ان في حد بيتصل بيه، في حد من صحابك اتصاب، جري على شارعنا، نزل وراح جري، وحتى هو نازل بيتكلم برضه في التليفون، جري على شارع محمد محمود، لقى صاحبه محمود سعيد اتضرب بطلق ناري في نفس الشارع اللي هو ضرب فيه يوسف الجنجي. فضل واقف خايف، في اطفال بقى خارجة من المدرسة وكده، فخاف هو على الاطفال دي، قعد بيمشيهم ارجعوا ورا ارجعوا ورا. فوجئنا بأن ضابط لف من ورا السور وراح ضربه متعمد، وقع في ساعتها. يعني حضرتك بتتهمي الشرطة في التورط في المسؤولية الجنائية في قتل جيكا. طبعا طيب، عم صلاح النهاردة كان في بيان خرج من وزارة الداخلية، بيان هو شهداء محمد محمود، سواء كانت الأحداث الأولى الرئيسية أو الذكرى الأولى ليها. عاوزين نعرف من حضرتك يعني إزاي استقبلت الخبر ده؟ جميل جدا ان تعترف بالخطأ، لكن الاجمل هو ان تحقق العدالة وتجيب الناس اللي ضربت وقتلت الناس. لا يمكن ابدا تتستر على مجرمين قتلوا شباب في عمر الزهور، كل ذنبهم انهم خرجوا بيهتفوا للحرية. شبابنا ما كانش يملك في ايده اسلحة زي اللي شايلها الاخوان، شبابنا بيخرج سلمي يهتف للحرية ولكرامة البلد دي. مش ممكن تقابل الهتاف بالرصاص، مش ممكن تقتل لحساب جماعة. هذه الجماعة وعلى رأسها رئيسهم اللي في السجن دلوقتي هي اللي تأمرت على قتل جيكا، هي اللي تأمرت على قتل جيكا ورفاقه، لأنه كان مهددهم، كان عامل صفحة على الفيسبوك اسمها معا ضد الإخوان، وكان بيهاجمهم بشدة. طيب ليه ما تعتبرش دي يا مصلحة تكون يعني بداية صفحة جديدة مع الداخلية؟ يمكن احنا شفنا موقف الجهاز الشرطي في ثورة 30 يونيو وسندوا الشعب، وتم بالفعل عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ليه ما تعتبرش ان دي بداية صفحة جديدة وهم اعترفوا بخطائهم وبيصلحوا ده وفي تطهير فعلا للجهاز الشرطي؟ احنا مستعدين لكل ده، بس في شرط واحد. انت ازاي يبقى عندك مجرم قاتل معروف، قاتل جيكا معروف، معروف الداخليه لو عايز اجيبه في ساعه هتجيبه، اللي قنص مئات العيون طلعوه. يا اخوانا لازم الكل يتحاسب، كبير وصغير. اذا احنا عشنا ببلد في حد فيها فوق القانون مش هيحصل استقرار. كل من اخطأ يحاسب، مفيش حد فوق القانون. الوحيد الذي لا يسأل عما يفعل هو ربنا فقط لا غير. اي حد غير ربنا يسأل عما يفعل ويحاسب. بس يعني ما زلت بتطالب بالقصاص في الذكرى الاولى لجيكا، يعني الذكرى الثانيه لاحداث انا شارع مش محمد. بس بطالب بالقصاص ده، انا مش هتنازل عنه. لو وصلت لاخر الدنيا مش هتنازل عن القصاص. لا يمكن حاسبهم يتستروا على مجرم الا ما يقدم للعداله ويتحط في القفص ويحكم عليه ويعاقب. طيب اخيرا، شايف ان محاكمه الرئيس السابق او الرئيس المعزول محمد مرسي ده نوع من انواع القصاص او بدايه تحقيق العدل؟ ده جزء من مطالبنا واللي احنا سعينا ليه. سقوط مرسي احنا والحمد لله ساهمنا فيه بقوة، مسكتناش على حق ابننا، لكن اللي قتله من الداخلية ولازم هو كمان يجي. لا يمكن ان نحاسب حد ونسيب حد، مش دي مش العدالة. مشكلة مصر يا اخوانا، عشان كله يبقى عارف، ان في ناس بتحاسب وناس لا تحاسب. دي مشكلة مصر، ان في ناس فيها فوق القانون. طول ما في مصر ناس فوق القانون لا هيبقى في عدالة، وما دام ما فيش عدالة ما فيش استقرار في هذا البلد، هتودوه في سكة وحشة. لازم القانون ياخد مجراه على الجميع. شكرا شكرا. اذا استاذ معتز، يعني يمكن ما زال المطلب الرئيسي لدى اسرة جابر صلاح الشهير بجيكا، ويمكن جميع اسر الشهداء، هو القصاص من القتلة، يعني حتى يكون في نوع من انواع الارتياح لدى اسر الشهداء. طيب شكرا لاحمد.